مساء الخير يا استاذه. مساء الخير يا جيكا. عاوز سميحة؟ هي خلصت؟ لا لسه جوه بتتدرب على المشاهد بتاعتها معاها الاستاذ ومعاها علي نصر. معاهم علي نصر؟ هو الاستاذه شغاله معاه؟ يمكن، محدش عارف. طب ايه لما تحب تنزل تنزل، انا مستنيها تحت مكان عم جنيدي عشان راح يبص على عياله. معاهم علي نصر؟ عملت لك سندوتشين عشان تاكليهم. لا يا جلال ماليش نفس. لا بقى، ده انا وقفت وتعبت وعملتهم لك. وبعدين ايه يا حبيبتي اللي سد نفسك؟ قولي لي يمكن اعرف افتحها لك. بت يكونش صاحب المكتب ضايقك؟ لا لا يا شيخه ابدا. امال في ايه؟ قولي لي. زفت مسعد اخوكي. يا نهار اسود، طالما فيها مسعد يبقى اكيد في مصيبه. عمل ايه الله يخرب بيته؟ جالي النهارده المكتب وصمم يقابل مستر سميح. ستر ربنا ما كانش موجود، والواطي التاني اللي اسمه رضا كان مشغول في شويه ورق وما شافهوش. هينيلك يا مسعد. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ ما مشيش غير لما برشط عليا في 100 جنيه اجلال كده. كل ما هيتحوج هينط لي المكتب. لا ما تخافيش، انا هكلمه واديهم له في عضمه. بصي يا جلال، اتكلمي معاه قولي له ما يعتبش المكتب تاني، عشان لو عتب المكتب تاني انا هقول لابوي شوف لي صرفه معاه. انا اللي هقطع لك خبره، سيبيكي منه، ده واد معفن نتن. خدي كل يا حبيبتي. ايوه كده، ده انت الدمويه هربانه من وشك. بس ما قلتليش بقى، الواد اللي كان بيبص لك قبل ما تروحي عند المحامي عامل معاكي ايه؟ جيكا. هو اسمه جيكا؟ اه. جالي من كام يوم كده المكتب وقال لي حاجه غريبه قوي ما فهمتهاش. حاجه غريبه زي ايه؟ قال لي انت ايه اللي جابك هنا؟ بس انا ما فهمتش يقصد ايه. الواد ده بيحبك وخايف عليكي وعايز يقول لك حاجه بس مش عارف. ايه الكلام اللي لخبط ده يا اجلال؟ بعدين هفهم ازاي اللي عايز يوصله لي. مش عارفه، انا حاسه انه عايز يحذرك من حاجه وشايف انك مش مدياله ريق عشان يقول لك. ايه الكلام اللي لخبط ده يا اجلال؟ طب انا هفهم ازاي وعايز يحذرني من ايه؟ يا هبله، جري معاه ناعم يعني، بصيله ابتسميله صبحي عليه سلمي عليه، ساعتها هيطمن لك وهيقول لك كل اللي في قلبه وهتعرفي منه ايه الحكايه. ورحت الشقه؟ رحت شقه في جاردن سيتي، انما ايه، عليوي قوي، كلها دواليب فاضيه ما فيهاش غير عفش، وفيها كمان والعياذ بالله ازاز خمره. شقه مفروشه يعني؟ شقه مفروشه؟ واحد زي سميح محتاج ياجر شقه مفروشه غير سكن ولا ايه؟ سؤال في محله، عينه خاطب بنت شوقي العدل ومحتاج فلوس عشان يتجوز. انا هجيب لكم قرار الشقه دي. هكذا عاوزه اتكلم معاك شويه. انا مش فاضي دلوقتي ولازم انزل. خمس دقايق بس. المره الجايه نقعد ونتكلم، بس انا دلوقتي حالا لازم انزل. هشوفك تاني امتى؟ مش عارف، بس اكيد الاسبوع ده. اطلع على اول الشارع هتلاقي القصر العيني، تاخد تاكسي وتروح على طول. هتوحشني. وانت كمان. ايه الغيبه دي كلها؟ تشتغلي مع الاستاذ؟ مبسوط مني قوي، وقال لي هيديلي الدور. بس ايه الراجل ده؟ ما اقولكش راجل ولا كل الرجال. ادب ايه؟ اخلاق ايه؟ مؤدب بس وقمر. طب يا ست كويس، ربنا يوفقك وتبقي نجمه. يا رب. بس ما تخافش، لما هبقى نجمه مش هنساك، انت برضك هتبقى ابن حتتي، اخويا الواد الجدع. مش هعمل زي الناس لما بتتغير. ولا حتى تتغيري، انا مش عايز منك حاجه. انا عايز لك الخير مش اكتر. عارفه والنعمه يا جيك. ايه مش هتوصلني زي زمان ولا ايه؟ يا ريت ينفع. عم جنيدي مش موجود النهارده، وانا اللي قاعد على المدعوقه دي وكلها في ذمتي. مره جايه هتيجي تاني؟ اه طبعا، ده الاستاذ قال لي تعالي وقت ما تحبي، تعالي بكره بعده زي ما انت عايز. طبعا هتيجي بكره. تعرفت منين؟
شكلك لابده للراجل على الاخر. في ايه؟ انت عايز تمصي؟ حقك عليا. ما تقف مع وجهك وتتكلم عدل. الله ماشي زي ما اتفقنا على التليفونات. تعالي تعالي اوقف لك تاكسي. يلا استني بالك من جاي وراها على حاجه. يلا يا اسطى. هو في ايه؟ يلا. وانا اللي بقول عليك طيب وابن حلال وفي حالك. وانا عملت ايه خليك تقولي اي حاجه تانية غير كده؟ اتمسكن بقى. من كام يوم كنت واقف انت ومدرس الغبره بتتنقوزوا عليا، ودلوقتي عاوز تعمل لي فيها؟ حيلك حيلك امار، انت جارتي وفي عمارتي واللي جيب سيرتك اسيح دمه. بجد يا جيكا ولا اي كلام مسكنه؟ انا ماليش في المسكنه ولا عموم. براحتك، كل واحد بيعمل باصله. طب خلاص حقك عليا ما تزعلش. معلش يا جيكا اصلي راجعه مهدوده شويه. تصبح على خير. شن ابو العيله ماضي وكيل. استنى واحد ثانيه واحد، يعني ايه شن دي؟ يعني بالبلدي كده فرش لهم الملايه، شرد لهم يعني. اه طب كمل بقى، عايزين نعرف شرد مين. شن ابو العيله ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط هجوما حادا على جماعه الاخوان المسلمين، مؤكدا انها تراجعت في الشارع وحدث بداخلها تصدع كبير، وتوقع خلال الصالون الذي نظمه الاعلامي احمد المسلماني تحت عنوان ازمه الاخوان ألا يحصل الإخوان على أكثر من 15 مقعداً في الانتخابات القادمة. ثقافة ثقافة يا عم جنيدي، يا عم جنيدي الواد ده هيوديك في 60 داهية. الله الله، ليه يا جيكا؟ ليه يا جيكا؟ عمال ترلوا السياسة في السياسة لغاية ما يجوا يشيلوكوا أنتوا الاتنين هيلة بيلة. كفاية بقى السياسة يا جدعان. ما رضيتش أكلم جيكا وأقول له عشان ما يجيش يعمل لك هليلة. جيكا ده جعجع وبق على الفاضي. ما تغلطش في أخوك الكبير، ده الواد طفحان الكوتة عشان يصرف عليك أنت وأمك وأختك، ويا ريته تمر. هو فين؟ وقوفه جنبي اهم من الفلوس. ما انت لو كنت بتشقى ربع الشقه اللي هو بيشقاه ما كنتش قلت كده. ما انت نغه، ما انتش عارف حاجه في الدنيا. طب وانا يعني عملت ايه لكل ده؟ كل ده عشان اتكعبلت من على السلم؟ ولا اوعى تفتكر انك بتضحك عليا. وانا هضحك عليكي ليه يعني؟ انت واد فاكرني نايمه على وداني؟ مش دريانه بلعب الكوره يوماتي على فلوس ورهانات والمطوه اللي ما بتفرقش جيبك؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت جبت الكلام ده منين اصلا؟ وديني وايماني ان ما التفت لدروسك وحطيت كل حاجه على جنب لاكون جايبه اخوك جيكا وقايله له على كل حاجه، يشوف له صرفه معاك. ماشي